في اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الرئيس السيسي يوجه بخفض نسبة الدين العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية. السعودية تعلن جاهزية جميع القطاعات الأمنية والعسكرية وقيادة قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن. أوكرانيا تقدر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 750 مليار دولار وتطالب باستخدام الأصول الروسية المصادرة للتمويل. السادسة مساء من التلفزيون المصري، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستهداف خفض نسبة الدين الناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة. وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020-2021 إلى 6.1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 إلى 32.8%. كما تابع السيد الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه سيادته باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم. قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية رصد تصريحات مفادها أن سبب عدم إسناد مهمة الحوار الوطني إلى مجلس الشيوخ هو عدم ضمه للخبرات والكفاءات القادرة على تولي زمام هذا الحوار. وفي بيان صحفي أكد رئيس مجلس الشيوخ أن المجلس يضم قامات في شتى المجالات، بالإضافة إلى أن 25% من تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني هم أعضاء برلمانيون، ومن بينهم عضوين
العين بمجلس الشيوخ، كما أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن إسناد مهمة إدارة الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب يعد بمثابة خطوة على طريق تعزيز المشاركة الفعالة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والاستماع لجميع وجهات النظر القوى السياسية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وخلال اللقاء أشاد مدبولي بالشراكة المتميزة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي وبالتزام البنك بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وأضاف مدبولي أن محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي تصل إلى ما يقرب من 3.5 مليار يورو في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والطيران المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبيئة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خططها التنموية. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن تكون الفترة من السبت الموافق من 9 يوليو الجاري وحتى الخميس الموافق 14 من يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضح مجلس الوزراء أن الإجازة تسري على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 440 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 41 طن مواد غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 17 طن مواد غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 25 طن. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا، من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 15 طن أقماح محلية. واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وقد أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط 6028 قضية في مجال مكافحة المخدرات خلال شهر. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار وجلب المواد المخدرة، ضربات تسهم في تكثيف منابع المخدرات وإحباط محاولات ترويجها. في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 6028 قضية في مجال مكافحة المخدرات، ضبط خلالها أكثر من 14.5 طن بنجو ونحو طنين من مخدر الحشيش وقرابة 180 كيلوغرام من مخدر الهيروين، إضافة إلى كمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت 375 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت أكثر من 305 كيلوغرام، كما تم إبادة أكثر من 203.5 فدان منزرعة بنبات القنب المخدر. كما نجحت في ضبط قرابة 53 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وأكثر من 35 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفودو وزنت أكثر من 20 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط 206,659 قرصا لعقار الكبتاجون
و 220,639 قرص لعقار الترامادول، و 110,937 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 680 مليون جنيه. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت 262 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 29 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة تؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة. تواصل بعثة حج القرعة تقديم تيسيرات وخدمات لحجاجها بفنادق إقامتهم بمكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج، كما يتابع الضباط من خلال غرفة عمليات البعثة بمكة المكرمة كافة متطلبات واحتياجات الحجاج والإقامة على تلبيتها، هو ما أشاد به الحجاج. على مقربة من المسجد الحرام تقع فنادق حجاج القرعة، حيث يواصل ضباط البعثة تقديم الخدمات والتيسيرات لهم تمهيدا لأداء المناسك. ندوات دينية وتثقيفية وصحية تقام لهم بحضور الوعاظ والواعظات للتوعية بالسلوكيات الصحيحة أثناء أداء المناسك. يتم التنسيق بصورة رائعة مع وزارة الداخلية، هي مديانة مساحة كبيرة جدا وبتفرض لنا مكان نقول فيه ندوات، وإن شاء الله نبقى موجودين مع بعض في المشاعر وفي منى وفي عرفات. بنأكد على الحجاج الالتزام بالأداب والسلوكيات اللي تظهر المسلمين بمظهرهم الحسن أمام شعوب العالم. بنكون معاهم وبنفهمهم إنكم ما تتدفقوش، ما تعملوش سلوكيات خاطئة قد تؤدي إلى أخطار. وتحرص وزارة الداخلية على توفير رعاية طبية متكاملة للحجاج، فداخل كل فندق عيادة طبية لمتابعة حالتهم الصحية. البعثة الطبية بتقدم خدمة طبية متكاملة لكل الحجاج، ما بين عيادات شغالة 24 ساعة بتقدم أدوية في كل التخصصات بشكل مجاني، من فرق طبية بتتابع المرضى إذا كان حد احتاج تحويل لمستشفى من المستشفيات اللي موجودة. ويحرص ضباط البعثة على تفقد حالة الحجاج والاطمئنان عليهم داخل غرف إقامتهم. غرفة العمليات الرئيسية بمكة المكرمة والتي جهزتها وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن تواصل العمل على مدار الساعة بجميع أقسامها للعمل على راحة الحجاج والرد على استفساراتهم وتنظيم وتيسير أداء المناسك عليهم. ارتياح كبير بين الحجاج لجودة الخدمات المقدمة والاهتمام الذي توليه بعثة حج القرعة لهم على مدار الساعة. في تنظيم في الأوض، في تنظيم في المقابلة، في حسن معاملة. الخدمات فوق المستوى، رجالة الشرطة من الصغير للكبير يشكروا على المجهودات اللي هم عاملينها. كل خدمات جميلة وكل حاجة حلوة، والفنادق حلوة، وكل وزارة الداخلية هنا عاملة حاجات مجهودات جميلة جدا. عمل متواصل لخدمة حجاج القرعة وتنظيم دقيق لكل مراحل الحج لضمان موسم حج ناجح.
خدمات متكاملة تقدمها بعثة حج القرى لحجاجها بفنادق مكة المكرمة والتي تم اختيارها بعناية لتقدم أفضل خدمة للحجيج أثناء الإقامة وكذلك أثناء تأدية المشاعر المختلفة بعرفات ومنى، إضافة إلى ندوات التوعية التي تقام داخل هذه الفنادق وغرفة العمليات التي تتولى تذليل العقبات أمام الحجاج أثناء تأدية المناسك. من أحد فنادق إقامة حجاج القرى بمكة المكرمة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة تقديم خدمات الكشف والعلاج ل 7753 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، وقالت وزارة الصحة أنه تم تحويل 3 حالات مرضية إلى المستشفيات ليصبح إجمالي الحالات بالمستشفيات 7 حالات، مضيفا أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج بتقديم 2796 ندوة لتوعية الحجاج بكيفية تجنب الإصابة بالأمراض. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت ما يقرب من 9000 حاج من ضيوف الرحمن المصريين، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والوقائية لهم، كما وصل عدد الحالات المرضية بالمستشفيات السعودية إلى 4 حالات ووضعها الطبي مستقرة، ولم يتم رصد أي حالة وبائية بينهم. حملات مرورية وجولات مفاجئة تقوم بها فرق البعثة الطبية على مدار الساعة بعياداتها كافة التي يقطن بها الحجاج المصريين بمكة المكرمة للوقوف على أداء وجودة الخدمة الطبية التي تقدم لهم أينما كانوا، وتذليل المعوقات كافة التي قد يواجهها أطباء العيادات الطبية للقيام بأدائهم المنوط بشكل مجود. كنا بمر دلوقتي مساء دلوقتي على كل العيادات اللي موجودة في مكة وعددهم 11 عيادة، عشان أول حاجة نتأكد من التزام الفريق الطبي اللي موجود معانا إن هو موجود وبيأدي الخدمة، ونتأكد الحاجة التانية من توفر كل الأدوية وكل المستلزمات اللازمة لعملية التشغيل. والحمد لله عدينا على كافة العيادات اللي موجودة ولقينا فيه التزام من الأطباء، لقينا توفر كل أنواع الأدوية وكل أنواع المستلزمات. المرور ده مستمر على مدار الساعة مني ومن كل الزملاء اللي موجودين في إدارة البعثة عشان نتأكد من إن احنا بنقدم كل الخدمة لكافة الحجاج المصريين، ونتمنى ليهم جميعا يا رب تقبل الحج وسلامة العودة لأرض الوطن إن شاء الله. كما تتضمن الجولات المرورية للفرق الطبية عمل الدعم اللوجستي اللازم للعيادات البعثة من توفير الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات الطبية والدوائية أولا بأول لمواجهة زيادة المترددين على العيادات الطبية من الحجاج المصريين بشكل ميسر. بنمر عشان نتابع احوال الحجاج في الفنادق التابعه للبعثه المصريه، نتابع حالتهم الصحيه، نتابع لو في حاجات من الامراض الضغط السكر نتابعهم لغايه ما ننتظم معاهم الامراض المزمنه، نتابع لو في امراض معديه ظهرت لا قدر الله نقدر نتابعها معاهم. برضو من الحاجات اللي بنتابعها امداد العياده اللي موجوده بالادويه اللازمه ليها، امدادها بالتوعيه بوسائل التوعيه للحجاج. التردد عندها وصلت تقريبا 7700 حالة تردد عندنا في مكة من ساعة ما بدأنا فتحنا العيادات. حاليا حتى الآن أغلب الترددات علينا بتبقى ترددات لإما بسبب إرهاق أو وجع في القدمين في المناسك أو عشان اللي جايين من المدينة، بالإضافة للإرهاق عموما بشكل بدني مع الجد الحراري. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بل ووقائية ميسرة على مدار الساعة. ما صارش معانا من علاج لكشف لأي شيء. ما شاء الله أحسن استقبال، طبعاً استقبلهن أحسن دكاترة موجودين ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما صارش مع أي حد كان تعبان وقدموا أفضل العلاج وكله بالمجان. الحمد لله أنا تعبت في المدينة والجماعة نزلت لهم صراحة ما قصروش معايا في أي حاجة كشف وعلاج، والحمد لله رب العالمين لما سابونيش إلا لما اطمنوا عليا. خدمة ممتازة واهتمام بالحجاج واهتمام بالمصريين. فرق البعثة الطبية تجوب عياداتها كافة على مدار الساعة للوقوف على مدى جاهزيتها في تقديم خدمة علاجية ترتقي لمستوى الحدث. محمد حلمي، التلفزيون المصري.
أكد قائد قوة أمن الحج محمد بن عبد الله البسامي جاهزية كافة القطاعات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وخدمتهم في حج هذا العام. وخلال مؤتمر صحفي قال قائد قوة أمن الحج إن وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج، مضيفا أن قوات الأمن تفرض طوقا أمنيا على المشاعر المقدسة لمنع دخول غير المصرح لهم بالدخول. كما أود أن أشير إلى أن سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اعتمد خطتان أمنيتان لهذا العام، خطة حفظ النظام والخطة العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام، والتي تضمنت ما يلي: الاستعداد لمواجهة أي أعمال تستهدف إلى الإخلال بالأمن أو النظام، ومنع كافة الأعمال المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، تكثيف الحضور الأمني والميداني بما يضمن سرعة رصد كافة أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة بالإجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع الجريمة ومكافحة النشل أو أي ظواهر سلبية تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. إلى الأزمة الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن إعادة بناء بلاده بعد الدمار الذي ألحقه بها الجيش الروسي هي المهمة المشتركة للعالم الديمقراطي بأسره. وخلال رسالة عبر الفيديو بمؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في سويسرا، أضاف زيلينسكي أن إعادة إعمار أوكرانيا هي أكبر مساهمة لدعم السلام العالمي. قال رئيس الوزراء الأوكراني أنه يتوقع أن تصل كلفة إعادة إعمار أوكرانيا إلى 750 مليار دولار. وخلال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في سويسرا، أكد رئيس الوزراء الأوكراني على ضرورة استخدام الأصول الروسية التي تمت مصادرتها لدفع كلفة تعافي البلاد. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا للقوات الروسية بمواصلة عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوهانسك. وخلال لقاء عقده بوتين مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أكد بوتين أن القوات الروسية يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها. حذر رئيس مجلس الدوما الروسي من أن نشر قواعد للحلف شمال الأطلنطي الناتو على أراضي فنلندا والسويد لن يحمي هاتين الدولتين على حد تعبيره. جاء ذلك تعليقا على تصريحات مسؤول فنلندي بضرورة نشر قواعد للحلف في بلاده، حيث أكد رئيس مجلس الدوما الروسي أن نشر القواعد العسكرية للناتو سيعرض للخطر سكان المدينة التي ستتمركز فيها البنية التحتية العسكرية، مشيرا إلى أنه في حال اندلاع أعمال عسكرية يجرى توجيه الضربات بشكل أساسي إلى البنية التحتية العسكرية. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك محاولات من أجل استحداث آلية جديدة لنقل الحبوب من أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي كارلوس فاريا، ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باللوم على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تعثر تصدير الحبوب من البلاد، متهما إياه برفض فك الألغام من الموانئ الأوكرانية في الوقت الذي تؤكد موسكو فيه تعاونها لأجل تخفيف أزمة الغذاء في العالم. أعلن مسؤول في منطقة دونيتسك مقتل 9 مدنيين وإصابة 25 آخرين نتيجة قصف روسي على المنطقة خلال 24 ساعة. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو، قال إنه يصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولونوفاكا. كانت القوات الروسية قد شنت هجوما مكثفا على سلوفينسك، حيث اندلع ما يصل إلى 15 حريقا في المدينة. Me
تسارع التضخم في سويسرا خلال شهر يونيو الماضي بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 3 عقود، حيث ارتفع إلى 3.4% على أساس سنوي من 2.9% في مايو. وشكلت الأزمة الأوكرانية عاملا أساسيا في تسارع أسعار المستهلكين في سويسرا، إضافة إلى الاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد بحسب البنك المركزي. يأتي هذا التطور بعد أسبوعين من قيام البنك المركزي بشكل غير متوقع برفع أسعار الفائدة للمساعدة في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة. قال بنك إنجلترا إن بريطانيا ستواجه أسوأ من بين تضخم الاقتصادات الكبرى، مضيفا أن التضخم سيستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وشهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعا بلغ 54% في فواتير الغاز والكهرباء الشهر الماضي بعد رفع الهيئات التنظيمية سقف أسعار الطاقة. حذر رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا من أن خطط الائتمان بقيمة 15 مليار يورو التي قدمتها الحكومة لشراء الغاز لمنشآت التخزين قد لا تكون كافية. وحذر رئيس هيئة الطاقة الألمانية من أن قلة المخزونات قد يدفع لارتفاع الأسعار. كانت ألمانيا قد بدأت خطة لتأمين مخزونات الغاز بعد تضاؤل الإمدادات من روسيا، وحددت برلين أهدافا فيدرالية لملء مخازن الغاز إلى 80% و90% بحلول أكتوبر ونوفمبر على التوالي، بينما تبلغ مستويات التخزين الحالية حوالي 61%. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم، نتابع فيها. على وقع الأزمة الاقتصادية العالمية، إجراءات سعودية وإماراتية لمساعدة الأسر محدودة الدخل. أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية. وشدد ولي العهد خلال ترأسه لاجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة لمراقبة التطورات الدولية، بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها. أعلنت الإمارات عن مضاعفة برنامجها المخصص لمساعدة الأسر الإماراتية محدودة الدخل مع ارتفاع الأسعار، حيث تمت إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل ومضاعفة ميزانيته من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن البرنامج استحدث 4 مخصصات جديدة، وسيقدم أيضا علاوات بدل تضخم الوقود والكهرباء. وستتحمل الحكومة 75% من تضخم أسعار المواد الغذائية، وذلك التزاما منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينهم من الوفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب بكم مباشرة إلى حفل افتتاح 6 فروع لشركة جسور وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى هناك. افتتاح 6 فروع خارجية وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية لشركة جسور، والذي يعد ثمرة جهود لإعادة هيكلة واحدة من أعرق الشركات المصرية في مجال التجارة الخارجية منذ عقود طويلة. شركة النصر للتصدير والاستيراد، بعد تغيير الصورة الذهنية لها إلى جسور نعبر العالم لتكون بيت المصدر المصري. 100 مليار صادرات، مستهدف وضعته القيادة السياسية ضمن رؤيتها للنهوض بالاقتصاد القومي وتعزيز قدراته وإمكاناته، هو حلم يتحقق يوماً بعد يوم على أرض هذا الوطن، بالإضافة إلى مضاعفة الصادرات للدول الإفريقية بصفة خاصة. فكان تكاتف كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذا المستهدف العام من خلال آلية عمل متناغمة من أجل الارتقاء باقتصادنا المصري إلى آفاق أرحب.
وبطبيعة الحال لن يتسنى تحقيق هذا الهدف دون نهضة صناعية تواكبه وإرادة جادة لصانع القرار بالدولة المصرية، للتأكيد على أن تشمل الصادرات المصرية منتجات ذات قيمة مضافة محلية وليست فقط مجرد مواد أولية وخامات معدنية وزراعية. الحضور الكرام، السيدات والسادة، نحن اليوم بصدد إطلاق نموذج لعمل جديد ومبتكر يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق باستخدام وتوظيف التقنيات الحديثة، كتالوج إلكتروني لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير والترويج لها في 40 دولة، وذلك من خلال فتح 14 فرعاً خارجياً وتوفير حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والتأمينية. لعل ما يشهده العالم اليوم من ظروف اقتصادية استثنائية بالغة التعقيد يمثل فرصاً عظيمة لزيادة الأنشطة الإنتاجية والتشغيلية والتصديرية للاقتصاد المصري. على بركة الله وتوفيقه نبدأ فعاليات هذا الحدث اليوم بعرض فيديو يوضح لحضراتكم الخدمات التي تقدمها الشركة للمصنعين المصريين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للوصول بمنتجاتهم إلى المراكز التجارية العالمية. منذ تأسيس شركة لتواكب التطورات العصرية تحت اسم جسور لتحقيق رؤية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لمضاعفة الصادرات المصرية ضمن رؤية مصر 2030، وتهدف الشركة في شكلها الجديد إلى العبور بالمنتجات المصرية لاستهداف أكبر عدد من الأسواق العالمية في حوالي 40 دولة من خلال 14 فرع حول العالم، وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة. وتم تغيير نموذج العمل ليقوم على الوساطة والتسويق وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تتضمن النقل البري والشحن البحري والجوي والتخليص الجمركي والتجميع والفحص والتخزين، وذلك باستخدام كبرى الشركات العالمية. هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والتأمينية من خلال البنك الأهلي المصري وشركة مصر للتأمين. تستخدم جسور أحدث التقنيات الرقمية في منصتها الإلكترونية لعرض المنتجات المصرية، وتتويجاً للجهود المبذولة من شركة جسور وبالتعاون مع الوزارات المعنية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من مؤسسات الأعمال التي تضم مختلف الشركات الصناعية من القطاع الخاص. تم في شهور قليلة تسجيل أكثر من 1200 شركة، أغلبها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجلت أكثر من 15,000 منتج. شاركنا النجاح وسجل نفسك ومنتجاتك نوصلها لك للعالم. شكراً لشركاء النجاح. جسور، نعبر العالم. والآن مع كلمة السيد المهندس أشرف سعيد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة جسور، قائد فريق العمل والمسؤول عن تنفيذ خطط تطوير الشركة، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السادة الوزراء، ضيوفنا الأعزاء، الحضور الكريم، لقد شرفت بتكليفي عضو منتدب لشركة جسور في أكتوبر عام 2020، وكانت الوزارة قد وضعت رؤية لإعادة هيكلة وتطوير الشركة ونموذج العمل الجديد بها المبني على الوساطة والترويج والخدمات اللوجستية، وقد تم تكليفي بتنفيذ تلك الرؤية تحت إشراف الوزارة والشركة القابضة
ومجلس إدارة الجديد للشركة. وفي البداية أود أن أتوجه لهم جميعاً بالشكر والعرفان على الثقة التي وضعوها في والدعم المتواصل للمجهود المبذول في إعادة هيكلة الشركة. وحتى لا أطيل على سيادتكم، سوف أعرض في دقائق قليلة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في سبيل تحقيق رؤية وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الشركة لتقديم خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين، لا سيما من الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في السعر، سواء لفتح أسواق جديدة لهم في الخارج أو لتوفير مجموعة من الخدمات اللوجستية التي قد يصعب عليهم الوصول لها نظراً لحجم تلك الشركات والافتقاد للقدرة على التفاوض مع كبرى مقدمي تلك الخدمات. فكان التكليف هو الانتهاء من تنفيذ المنصة الإلكترونية لجسور وتسجيل منتجات الشركات المصرية عليها وافتتاح أول 6 فروع للشركة والانتهاء من التعاقد مع مقدمي كل الخدمات اللوجستية. وأود أن أعرض عليكم سريعاً بعض الشاشات المنصة التي تعد حلقة الوصل بين كافة الأطراف المتعاملة مع الشركة بخصوص أي عملية تصديرية. المصنع أو البائع أو الفندر يقوم بتسجيل الشركة ونقوم بالتأكد من صحة أوراقها من حيث السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وفور اعتمادها يتم السماح له بتسجيل منتجاته القابلة للتصدير. المستورد أو تاجر الجملة اللي هو السيلر الذي يقوم بتسجيل نفسه من خلال نموذج بيانات مخصص لتلك الفئة، ويكون مدير أقرب فرع له هو المسؤول عن التأكد من هويته وملاءته المالية. كما أن مختلف القطاعات العاملة في الفرع الرئيسي لها صلاحيات متباينة بحسب طبيعة عملها للدخول على المنصة. أولاً القطاع التجاري المختص بمتابعة أداء الفروع المختلفة ومديرين الفروع ومسؤولي البيع بهم، سواء من العاملين في دولة الفرع أو من الوكلاء المتعاقد معهم في الدول المحيطة، وأيضاً متابعة وتحديث بيانات المصدرين على المنصة الإلكترونية. قطاع العمليات اللوجستية هو المنوط بتنفيذ أي عملية تجارية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية المتعلقة بها بالتنسيق مع مقدمي تلك الخدمات. قطاع التسويق متابعة أداء السوق المختلفة لتحديد الدول المطلوبة التوسع في نشاط التسويق لخدمة الشركة بها. القطاع المالي المسؤول عن تسوية كافة المدفوعات المالية مع البائع والمشتري ومقدمي الخدمات المختلفة. أما بخصوص الفروع 6 الأولى فقد تم الإعلان عن وظائف مدير الفروع في الدول 6 واختيار أفضلهم لقيادة الفروع في شكلها الجديد ووفق نموذج العمل الجديد للشركة. وأتوقف هنا لعرض كلمة من أحدهم نيابة عن المجموعة بسبب فروق التوقيت. Hi, my name is Wisdom Amuyati and I'm the branch manager for Guzu Nassau Ghana. I'm a commercially astute business leader with over 20 years of experience spanning across 4 industries. I obtained my master's degree from the University of Ghana Business School in 2009, and I have worked with 3 multinational organizations in different capacities. Ghana's economy is predominantly an import-dependent one, and the Guzu project couldn't have come a better time than now. Among some of the products that Ghana imports from Egypt are plastics, inorganic chemicals, essential oil, iron and steel, optical, medical apparatus, paper, and paper boards. I'm super excited to be part of this project because it will afford Ghana and Egypt the opportunity to take their bilateral trade relationship to the next level. I welcome you all to be part of this project. Thank you and see you on the side of success.
وأخيرا تم التعاقد مع أكثر من 15 مقدم خدمة لوجستية ومالية من نقل بري وبحري وجوي وتخليص جمركي وفحص وتخزين وخدمات مصرفية وتأمينية للتأكيد على توفير حزمة متكاملة من الخدمات المطلوبة لتيسير على أي مصنع كبير أو صغير زيادة صادراته. وختاما أكرر الشكر لمعالي الوزير هشام توفيق على كل ما قدمه لي من ثقة ودعم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن سيادته، كما أعدكم جميعا أن تكون شركة جسور هي بيت المصدر المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد المهندس أشرف سعيد العضو المنتدب التنفيذي لشركة جسور، قائد فريق العمل والمسؤول عن تنفيذ خطة تطوير الشركة. لم يكن لهذه الجسور أن تمتد وأن ترى النور وأن نرى هذا التطوير دون رؤية ثاقبة ومتابعة حثيثة لكافة التفاصيل لهذا العمل الكبير، وذلك إدراكا من وزارة قطاع الأعمال العام لأهمية وقيمة هذا المشروع، ليس فقط لشركة جسور ولكن أيضا للقطاع الخاص بالدولة المصرية، لما يوفره من فرص عديدة للتوسع في الإنتاج من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في مختلف دول العالم. والآن مع كلمة معالي السيد الأستاذ هشام توفيق وزير الأعمال العام، فليتفضل سيادته. أستاذ الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء، السيدات السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم لنحتفل معا بثمرة جهود دامت لمدة تزيد على 3 أعوام في إعادة هيكلة واحدة من أهم الشركات المصرية العريقة التي كان لها أثرا كبيرا في نمو الصادرات المصرية، حيث تم وضع نموذج عمل جديد للشركة بيقوم على خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين من القطاع الخاص، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تمتلك أدوات التعامل مع الأسواق الخارجية تصديراً واستيراداً. الخدمة الأولى هي التسويق والترويج للمنتجات لدى تجار الجملة في أكبر المراكز التجارية العالمية عبر المنصة الإلكترونية. الخدمة الثانية بتتعلق بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى خدمتي التمويل والخدمات المصرفية والتأمين. تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية، احنا كان عندنا 23 فرع أغلبهم في أفريقيا، 16 فرع في أفريقيا بالإضافة لبعض الدول العربية وفرنسا. احنا ركزنا على 14 فرع فقط، منهم 8 في أفريقيا، رحنا البرازيل، رحنا الولايات المتحدة بالإضافة لفرنسا، بنفتح في ألمانيا ومخطط روسيا بإذن الله، دبي، الهند، ماليزيا والصين. بنفتتح النهاردة 6 منهم، غانا، الكاميرون، السودان، المغرب، جنوب أفريقيا، غانا، الكاميرون، السودان، فرنسا، دبي والصين. تمت مراجعة أساليب العمل، تغييرها تماما لتعتمد على مدير محلي. احنا قبل كده كنا بنبعت مصري في الدول بيروح يقعد 2-3 سنين ويرجع على بال ما يعمل النتورك بتاعه وبيبقى رجع. قلنا لا، احنا عايزين نختار من اجود الكفاءات اللي موجوده في كل سوق، وبيجي بالنتورك بتاعته، ما بتديش من الصفر، وبكده بنضمن الاستدامه. نموذج العمل مبني على انه يبقى فيه مدير محلي وعدد صغير جدا من السيلزمان، وبعد كده بنعتمد على انتروديوسينج بروكرز، جلابين للخدمه. النموذج ده بيعتمد على في سالري صغيرة جدا، والباقي كله بيجي من الكوميشنز على البيع،
فكنا بنضمن ان المصالح واحده، مش حد قاعد نايم وبياخد فلوس على الفاضي. فهدفنا هو تكوين شبكه من الوكلاء في الدول المحيطه، دوله المركز زائد 3-4 دول حواليها، يعني ده مركز اقليمي للتسويق والبيع. من ناحيه الخدمات اللوجستيه زي ما الزميل تفضل قال، احنا تعاقدنا مع 15 من مقدمي هذه الخدمات، الشركات العالميه كلها تعاملنا معها، ما بين النقل البري داخل مصر من قدام بيت، من قدام ورشه المصدر الى الميناء التصدير، الشحن البحري والجوي، التخليص الجمركي، الفحص، التخزين، كل دي خدمات بيعملها موفر خدمه بسيرفيس ليفل اجريمنت ومتابعه يعني قريبه جدا. بالاضافه للخدمات المصريه، احنا البنك اللي بنتشرف ان البنك الاهلي المصري هو بنك الشركه بشبكه المراسلين وشبكه البنوك اللي تتعامل معاه، واحنا اضفنا لهذه البنوك افري اكزم بنك، بنك التنميه الافريقي والتصدير، والبنك الاسلامي للتنميه. الشبكه دي هي بتقوم بالتحويلات، بتقوم بالتمويل، تمويل سواء البري اكسبورت فاينانس للمصدرين بتوعنا اللي ربما يكونوا محتاجين راس مال عامل عشان يكبروا البيزنس بتاعهم، الى تمويل البيع بالاجل في الدول المستورده بالتعاون مع البنوك اللي هي بنوك المشترين. برضو تعاقدنا مع شركة مصر للتأمين، الشركة الوطنية، لتقديم خدمة التأمين من ساعة البضاعة ما بناخدها من قدام الورشة، ورشة المصدر، إلى حين وصولها وقيامنا باستلام الفلوس في دولة الشراء. المنصة الإلكترونية أخذنا وقت شوية في تطويرها علشان نوصل للي احنا وصلنا له، بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية. احنا أخذنا اللايسنس بتاعتنا من مايكروسوفت وشركة وادي النيل، بالإضافة هي السيستم انتجريتر، قعدنا يمكن سنة ونص بنشتغل عليها بنطورها لحد ما وصلنا للمستوى اللي احنا راضيين عنه النهاردة. تم تدريب كافة الموظفين والبرانش مانجرز على نظم العمل الجديدة، والنهاردة الإطلاق أول يوم عمل، من بكرة هنبتدي نتابع بإذن الله مهمة المدير الفروع الستة يجيبوا لنا أكبر عدد من الوكلاء وتجار الجملة في الأسواق، وده الكي بي آي بتاعهم اللي هنتابعهم، ويعني بنأمل إن احنا نصل لعدد كبير من الوكلاء اللي بيشتغلوا طبعا على أساس بي تو بي، وبيشتغلوا بأحجام كبيرة مش أحجام صغيرة. لا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر لشركاء النجاح من المجالس التصديرية، الغرف الصناعية، غرف تجارية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جمعيات رجال الأعمال وغيرهم، على عظيم تعاونهم في نشر الوعي بين أعضائهم بأهمية وكيفية تسجيل منتجاتهم على الكتالوج. يعني من غيرهم ما كناش نقدر نسجل، احنا سجلنا 1200 تقريبا منتج، دول اللي تم تأهيلهم يعني، او تقدم لنا 1500 بس 300 ما كملوش ورقهم، 1200 كملوا ورقهم، ودول حطوا اكتر من 15000 منتج بنبتدي بيهم الشغل النهاردة. زي ما قلت شركاء النجاح، مقدمي الخدمات التكنولوجية، انسباير، وادي النيل، مايكروسوفت، ام بي اس، مقدمي الخدمات اللوجستية، دولت كثيرة جدا مش هقدر اقولهم، البنك الاهلي المصري، شركة مصر التأمين، من غيرهم لم يكن ممكنا ابدا الوصول لما قالت اليه اليوم، لتكون بحق شركة جسور هي بيت المصدر المصري. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر لجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة ليها، وعلى تشرفه ورعايته لإطلاق أول 6 مراكز للشركة والمنصة الإلكترونية اليوم. أخيرا وليس آخرا، بوجه الدعوة للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة للإسراع بتسجيل منتجاتهم. احنا بنسجل
الشركات والمنتجات بفلوس، ما بناخدش حاجة، وكل اللي بناخده هو سكسس فيه عمولة بتاعة البيع والتسويق والخدمات قليلة جدا عشان نضمن ان احنا نعرف نبيع في الأسواق برة ونقدر ان احنا نكبر البزنس لشركائنا من القطاع الخاص. فنجاحنا هو من نجاحهم، مش هنقدر نكسب على حسابهم، احنا مجرد وسطاء بناخد عمولة صغيرة بس عداد كبير بإذن الله يمكننا ان احنا نغطي مصاريفنا ونكسب احنا كمان. فيعني بدعوا الشركات للإسراع بتسجيل منتجاتهم، العملية سهلة جدا، وفي فيديوهات على الويب سايت بتاعنا www.jusur.com.eg بيوضح للشركات ازاي تقدر انها تسجل بمنتهى السهولة، وذلك حتى يتسنى لمصر تحقيق الهدف الذي وضع فخامة الرئيس للوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات بإذن الله، والله ولي التوفيق. شكرا. شكرا معالي السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على كلمته. إن تحقق مثل هذا المشروع ذي البعد القومي على أرض الواقع يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية من مؤسسات الدولة ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، الأمر الذي لم يكن يتأتى دون رعاية كريمة وتوجيهات ودعم مستمر من قبل مهندسي خطط التطوير في الدولة المصرية. أدعو السيد الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء ليتفضل بإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية في هذا الحدث الهام بمناسبة افتتاح 6 أفرع لشركة جسور وبدء العمل بمنصة التجارة الإلكترونية للشركة من أجل الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، أن أعبر عن سعادتي بتواجدي معكم في هذا الحفل المهم. لقد أولت الدولة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ في إحداث التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وخلق فرص العمل. واليوم نواجه مع سائر دول العالم مجموعة من التحديات الهيكلية، يتمثل أولها في استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، بينما يرتبط الثاني بالاختناقات والاضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات العالمية. ويتمثل التحدي الثالث في ارتفاع معدلات التضخم العالمي بوتيرة لم نعتدها منذ عقود من الزمان، في ظل ماليات عامة منهكة من تمويل حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة كوفيد-19، بينما يتمثل التحدي الرابع والأكبر الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي. ورغم تلك التحديات فإن جهود الدولة المصرية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية تحظى بتقدير المؤسسات والوكالات الدولية، ويتوقع العديد منها أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية، حيث يتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر في يونيو 2022 أن يسجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي 21-22 معدل نمو 6.1% مقابل 5.5% في تقريري إبريل ويناير من نفس العام. الحضور الكريم، في إطار مواجهة التحديات الراهنة فإن الدولة المصرية تستهدف تبني سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك من خلال إصدار القوانين المنظمة الكفيلة بتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الحياد التنافسي في الاقتصاد المصري. وانطلاقا من ذلك،
كان اهتمام الدولة المصرية بتوفير البنية الأساسية اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في الاستثمار والتوسع في الإنتاج والتصدير في إطار هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار سنوياً، ويتواكب ذلك مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن الفترة من 2016 وحتى 2025 عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريقيا، بالإضافة إلى ما أكده مسار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 التي تصبو لأن تصبح قارتنا السمراء مزدهرة بمصانعها ومنتجاتها. وإنه لبلوغ ذلك المستقبل فإننا بحاجة إلى إحداث تحولات صناعية جذرية وضمان توطين تحسينات متتالية في هيكل الاقتصاد الأفريقي حتى نخلق بنية اقتصادية مبدعة ومتجددة. والجدير بالذكر أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية قد ارتفع لأكثر من 40 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 26.8 عام 2020 بنسبة ارتفاع سجلت 49%. وخلال الربع الأول من العام الجاري استمرت الصادرات المصرية غير البترولية في تحقيق المؤشرات الإيجابية الملموسة لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار خلال نفس الفترة في عام 2021، محققة معدل نمو بلغ حوالي 20% في ظل استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف قطاعات الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية. وسجلت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية للدول الأفريقية ارتفاعاً لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع 38.5%. واتساقاً مع حرص الحكومة على تنويع هيكل الصادرات، فقد شهد العام الماضي ارتفاع معدلات التصدير ب 12 قطاع منها السلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة والطباعة والتغليف والورق، وقد حققت هذه القطاعات معدلات نمو تراوحت ما بين 5 إلى 62%، كما استحوذت 3 مجموعات سلعية على نحو 44.7% من إجمالي صادرات مصر في عام 2021، وهي الوقود والزيوت المعدنية واللدائن ومصنوعاتها والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها. الحضور الكريم، هذا النمو ما هو إلا تأكيد على قدرات التصديرية للدولة المصرية، كما يعد نتاجاً للتوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الشأن وللجهود الحكومية المبذولة في مختلف مؤسسات الدولة على مدار السنوات الماضية، لا سيما نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان أحد الأسباب الرئيسية الداعمة لحدوث طفرة في حجم الصادرات المصرية، محققة ارتفاع بلغ 90% منذ تطبيق البرنامج وحتى عام 2021. ومنذ الإعلان عن اهتمام الدولة بمختلف أوجه الدعم لتعزيز الصادرات المصرية، فقد حرصنا على إطلاق عدد من المبادرات التي هدفت في المقام الأول إلى توفير المساندة للمصدرين، ولعل أبرزها مبادرة السداد النقدي الفوري بمرحلتها الرابعة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، وقد بلغ إجمالي المساندة الممنوحة نحو 35 مليار جنيه منذ الإعلان عن المبادرة في عام 2019. هذا بالإضافة إلى إقرار الحكومة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات التي تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي والمجالس التصديرية، بما يضمن الوصول إلى توافق كامل من مختلف الأطراف وتحقيق مستهدفاته. كما عكفنا أيضاً على تيسير كافة الإجراءات الداعمة لتسهيل حركة التجارة الخارجية على النحو الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وقد تضمن ذلك تشغيل منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية بعدد 13 مركز لوجستي، منها 11 مركز بالمواني التي ترد من خلالها أكثر من 97% من واردات مصر. هذا ونستهدف أيضا في المرحلة القادمة زيادة أسطول النقل البحري من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
وهذا ونؤكد سعينا المطرد لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول كافة لا سيما الدول الأفريقية، حيث تم إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بزيادة الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية إلى 10 مليار دولار عام 2025. الحضور الكريم، إنه في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة في الميزان التجاري وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحت أولوية قصوى للدولة، وهو ما يقتضي توحيد وحفز الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها بين الأسواق العالمية. وقد كانت الانطلاقة من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، وذلك لصياغة خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية بالتشاور مع مختلف المؤسسات التي تمثل وجهات نظر المستثمرين من القطاع الخاص، كما تم التوافق على وجود كيان اقتصادي قوي يكون بمثابة أداة الدولة المصرية لتوفير مقومات نجاح تلك الاستراتيجية وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العالمية، ولا سيما أن مصر تتميز بتنوع كبير في منتجاتها سواء كانت صناعية أو زراعية، الأمر الذي يستوجب الترويج لها على نطاق واسع في الأسواق ومراكز التجارة العالمية، وهو ما تقوم به الحكومة من خلال شركة جسور التي كانت تسمى في السابق شركة النصر للاستيراد والتصدير، حيث تمت إعادة هيكلتها جغرافيا وتشغيليا وبشريا، إلى جانب الاستعانة بأدوات العصر الحديث في الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية وغيرها مما يحتاجه المصدرون والمنتجون. وأود أن أؤكد في هذا الصدد حرص الحكومة من خلال نموذج العمل الجديد لشركة جسور على تقديم الخدمات المساندة للمصنعين من القطاع الخاص ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات اللوجستية للمصدرين بأفضل أداء وأسرع وقت وأقل تكلفة، فضلا عن الخدمات المصرفية لتيسير الإجراءات للمصدرين. إضافة إلى ذلك، فمبادرة الكتالوج الإلكتروني التي تم إطلاقها من خلال الشركة تأتي في ظل نمو التجارة الرقمية بشكل ملحوظ نتيجة لجائحة كورونا، ومن هنا فالتجارة الإلكترونية تتيح للشركات والمصنعين فرصة الوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية. وفي ضوء ذلك يسعدني أن أدعو المنتجين والمصنعين المصريين إلى الاستفادة مما تقدمه هذه المبادرة الجديدة وتسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتهم ومدخلات إنتاجها على الكتالوج الإلكتروني، علما بأن التسجيل يتم بالمجان، كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه المبادرة بصفة خاصة للترويج لمنتجاتها. وختاما، فإن ما نقوم به اليوم هو خطوة مهمة ضمن خطوات أخرى نعمل عليها في الوقت الحالي من أجل الارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية لتتواكب مع الإمكانيات الاقتصادية المتنامية لمصر، وحتى تتبوأ المنتجات المصرية المكانة التي تستحقها من حيث الانتشار الجغرافي والقيمة الإجمالية للصادرات. ولا يفوتني في نهاية كلمتي توجيه الشكر لكل الوزارات والجهات التي بذلت جهدا واسعا على مدار الفترة الماضية، وأخص بالشكر وزارة قطاع الأعمال العام التي أيقنت بضرورة تطوير هذا الصرح الكبير الذي كان له دور ملموس في سنوات سابقة ليواكب متطلبات العصر ويسهم في تحقيق خطط الدولة المصرية، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء على هذه الكلمة. تابعنا مع حضراتكم الحضور الكريم وقائع هذا الحدث الاقتصادي الهام بافتتاح 6 فروع خارجية جديدة وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية لشركة جسور. إذن هي انطلاقة اقتصادية جديدة على طريق العمل الجاد من أجل تطوير اقتصادنا القومي، انطلاقة مبدعة
ومبتكرة للوصول بالمنتج المصري إلى مختلف الأسواق العالمية وارتياد آفاق اقتصادية أرحب، لتكن جسور بيتاً للمصدر المصري أبوابه مفتوحة على كافة أسواق العالم، لتعبر منتجاتنا المصرية تلك الجسور وتصل إلى أسواق العالم بأجمعه. تحية لكل القائمين والعاملين على هذا المشروع، فالمنتج المصري يستحق مكانة لائقة به. شكراً دولة رئيس مجلس الوزراء لتشريفكم لنا هذا الحدث، كل الشكر للسادة معالي الوزراء والحضور الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.